الكرة من كوتي القائد لمصلحة الريال. هجوم من روبن على الجناح الأيمن، روبن أرن روبن يدخل المنطقة والتصويب في المرمى، هدف أول رائع ومبكر، وهيغوين يحرز هدفه 11 في الليغا فقط في الدقيقة 3 من البداية. يعود ريال مدريد لمباراة التهديف بعد انقطاع الأسبوع الماضي في الكلاسيكو، وهيغوين يفتح باب التسجيل ويحرز الهدف الأول بتصويبة رائعة بعد مجهود كبير قام به روبن أرن روبن على الجناح الأيمن، يحمل الكرة يعيدها إلى نقطة البداية لأن الشهية انفتحت من جديد والمهمة المستحيلة بدأت في الأسبوع 16. فيسنتي سوريانو رئيس فالنسيا ينظر إلى الساعة، قد يكون أحد أسرع الأهداف التي دخلت مرمى فالنسيا هذا الموسم. لاحظ الجهد الكبير يمر من بين لاعبين مدافعين روبن ويقشر الكرة يمررها إلى هيغوين الذي يلعبها بيسرى بخارج القدم اليسرى لتذهب لولبية إلى المقص الأيمن من مرمى البرازيلي رينان سواريز محرز.